الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من برية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على حبيبك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينكس العفو، هب لنا ما لا ينكسك، واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا. ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. كما نسألك ربنا الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. وبعد، وصلنا بفضل الله عز وجل ومنتي وكرمي وتثبيتي إلى صفحة رقم 434، ومع ختام سورة سبأ بفضل الله عز وجل. وماذا نتعلم من هذه السورة الكريمة؟ هذه الآيات الكريمة فيها بيان بأن الحق المطلق في كلام الله تعالى، ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحق. قال الله تبارك وتعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يعني قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين والمعرضين عن قبول الحق: جاء الحق الذي هو الإسلام، وزال الباطل الذي لا يبدو له أي أثر أو قوة ولا يعود إلى نفوذه. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. يعني قل لهؤلاء المشركين المكذبين: إن ضللت عن الحق فيما أبلغكم فضرر ضلالي قاصر علي لا ينالكم منه شيء، وإن اهتديت إليه فبسبب ما يوحيه إلي ربي سبحانه إنه سميع لأقوال عباده قريب لا يتعذر عليه سماع ما أقول سبحانه جل وعلا. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. يعني ولو ترى أيها الرسول إذ فزع هؤلاء المكذبون لما عاينوا العذاب يوم القيامة، إذ فزع هؤلاء المكذبون لما عاينوا العذاب يوم القيامة، العذاب اللي هم كانوا قبل كده بيكذبوا بيه ومش مصدقين بيه وعايزين يعيشوا حياتهم كده وخلاص، تكذيب في تكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ولو ترى إذ فزع هؤلاء المكذبون لما عاينوا العذاب يوم القيامة فلا مفر لهم منه ولا ملجأ يلتجئون إليه، هيهربوا يروحوا فين؟ وأخذوا من مكان قريب، يعني قريب سهل التناول من أول وهلة. ولو ترى ذلك لرأيت أمرا عجبا. فهذا مشهد من مشاهد يوم القيامة عندما يرى هؤلاء الكفرة وهؤلاء الملاحدة وهؤلاء الفجرة وهؤلاء المجرمين لما يروا العذاب بأعينهم، هيشوفوا الصراط ويشوفوا قبل كده كله العذاب في القبر، كل المراحل ديت هتمر عليهم، ويشوفوا يوم الحشر ويوم الحساب ويوم أن تدنو الشمس من الرؤوس، كل ده هيمر عليهم ويعلمون أنه إيه؟ أنه الحق من الله تبارك وتعالى. وقالوا آمنا به، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. يعني قالوا حين رأوا مصيرهم آمنا به، يعني بيوم القيامة. والإيمان بقى دلوقتي هينفع؟ خلاص ما عادش ينفع. خلاص كان الدنيا دار عمل ولا حساب، كان ممكن هم يؤمنوا، لكن في الوقت ده خلاص لما رأوا العذاب ولما عاينوا العذاب ما ينفعش بقى الإيمان بالله عز وجل في هذا الوقت، مش هينفعهم بحاجة عند الله عز وجل لأنه حق عليهم العذاب. وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يعني في هذه اللحظة قالوا آمنا بيوم القيامة، وكيف لهم تعاطي الإيمان وتناوله؟
وقد بعد عنهم مكان قبول الإيمان بخروجهم من دار الدنيا التي هي دار عمل لا جزاء إلى دار الآخرة التي هي دار جزاء لا عمل، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. يعني كيف يحصل منهم الإيمان ويقبل وقد كفروا به في الحياة الدنيا ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق، فيقولون في رسول صلى الله عليه وسلم، مرة يقولوا ساحر ومرة يقولوا كاهن ومرة يقولوا شاعر عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام برأوا الله تبارك وتعالى من جميع هذه الأقوال الباطلة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. يعني منع هؤلاء المكذبون من الحصول على ما يشتهونه من ملذات الحياة ومن التوبة من الكفر والنجاة من النار والعودة إلى الحياة الدنيا كما فعل بأمثالهم من الأمم المكذبة من قبلهم، إنهم كانوا في شك مما جاءت به الرسل من توحيد الله والإيمان بالبعث، والشك باعث على الإيه؟ على الكفر. يبقى استفاد من الآية الكريمة مشهد فزع الكفار يوم القيامة مشهد عظيم لما يشوفوا العذاب كده ويشوفوا النار بأعينهم، وكذلك استفاد أن محل نفع الإيمان في الدنيا لأنها هي دار العمل، لأن احنا مكلفين في هذه الدنيا بالإيمان بالله تبارك وتعالى، لكن خلاص في هذه اللحظة لا ينفع الإيمان يعني إيه صاحبه، مش هينفعه في هذه اللحظة. ولذلك سورة سبأ بفضل الله عز وجل احنا كده انتهينا من السورة الكريم. احببت ان اختم السورة، يعني علمتني سورة سبأ، اتعلمنا منها ايه؟ رقم واحد، علمتني سورة سبأ ان العبودية سبيل العمران. العبودية لما نحقق العبودية لله تبارك وتعالى ده سبيل العمران في الدنيا، سبيل العمار وسبيل البركة وسبيل الخيرات تتنزل من رب السماوات سبحانه جل وعلا. رقم اتنين، علمتني سورة سبأ حسن عاقبة الشاكرين وسوء عاقبة الجاحدين، وتبين لنا ذلك، ربنا ضرب لنا مثالين في سورة سبأ عن الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالنعم الوفيرة العظيمة والملك، زي مين؟ سيدنا داود وسيدنا سليمان، وبعدين ربنا قال اعملوا آل داود شكرا، وبالفعل هم قاموا بحق شكر هذه النعمة وشكروا الله تبارك وتعالى عليها، فكان لهم الجزاء الحسن الوفير من الله تبارك وتعالى على شكر النعم. والمثال الثاني قوم سبأ، ربنا تبارك وتعالى أنعم عليهم بجنتين ذواتي أكل، ومع ذلك هم كفروا هذه النعمة، فبدل الله عز وجل الثمر بالثمر المر، زي ما قلت قبل كده لقوا الشجر طلع في ثمر، لكن يجوا يأكلوا الثمر يلاقوا الثمر طعم مر لا يؤكل، فكذا بدل الله تبارك وتعالى لهم النعم لما هم ما شكروش الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. كذلك علمتني سورة سبأ أن تكذيب الحضارات وكفرها بالله تبارك وتعالى هو سبب هلاكها، دي السنة من السنن الكونية. كذلك نادتني سورة سبأ بتقول لك أصلح أعمالك الظاهرة والباطنة، فإن الله لا يخفى عليه شيء، لذلك في مقدمة السورة قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، شفت الذرة الشيء القليل جدا جدا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فديت بتناديك وتقول لك أصلح أعمالك الظاهرة والباطنة، كتير مننا بيصلح أعماله الظاهرة اللي هي بتكون أمام الناس، لكن أعماله الباطنة بقى أعمال القلوب بقى والخشية والإنابة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ربنا عافينا وإياكم. نادتني سورة سبأ أن الشيطان ليس له سلطان عليك فاحذر من اتباع خطواته، الشيطان مالوش سلطان عليك، وذلك ربنا قال في السورة الكريمة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. الشيطان ده الشيطان بريء منك أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نادتني سورة سبأ
احذر من عبادة القبور ودعاء الأولياء والصالحين بحجة أنهم شفعاء مش هيشفعوا لك عند ربنا ولا حاجة. وذكر ربنا بيقول في السورة نفسها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نادتني سورة سبأ: اعلم أن رزقك بيد الله تعالى فلا تحزن وارض بما قسم الله لك. ولذلك قال تعالى في الآية رقم 24 من السورة: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. رقم 8: نادتني سورة سبأ أن كل إنسان مسؤول عن عمله. أنت تسأل عن عملك أنت بس، ما تشغلش بالك بالآخرين. وذكر ربنا قال في السورة في الآية رقم 25: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. الإمام الحسن البصري رحمه الله كان يقول: رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوب. ما تنكش الشك، يعني ايه، لا تشغل بالك بعيوب الآخرين ولكن انظر إلى عيوب نفسك وابكي على عدد ذنوبك. نادتني سورة سبأ: لا تسلم عقلك لأحد فأنت مسؤول عن عملك يوم القيامة. وذكر الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، اللي هو المشهد بتاع يوم القيامة، الجماعة الأتباع يتبرأوا من الإيه؟ من المتبوعين، كل واحد هيلقي اللوم على الثاني، فاوعى حد ياخدك ويبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى وتفكر انك انت تقول له يا رب ده فلان ده هو اللي قال لي وانا سمعت كلامه، مش هينفعك بحاجه عند ربنا عز وجل. علمتني سورة سبأ ان الغنى لا يدل على محبة الله للعبد، ولذلك قال الله عز وجل على لسان الكفار كانوا بيقولوا ايه؟ وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. مفكرين زي ما هم يعني ربنا فتح لهم الدنيا واتنعموا في الدنيا هيكونوا برضو على نفس هذا الشأن ايه في الآخرة؟ لا طبعا، في الآخرة تتبدل الأمور ويتبدل الحال. ولذلك دائما ندندن ونقول أن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. يعني تخيل إحنا عددنا قد إيه في المنطقة دي، كم واحد ما شاء الله دخل المسجد وصلى الفجر وكمان جلس لسماع هذه الكلمات الطيبة، كام؟ قليل. فهذا علامة على محبة الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح بأن ربنا وفقك أنك أنت تجلس هذا المجلس الذي تحف الملائكة وتتنزل عليه السكينة ويذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده عند الملائكة بفضل الله عز وجل. تقبل الله عز وجل منا ومنكم إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ الليلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء مع سورة فاطر إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، والحمد لله رب العالمين.